حافظت شوارع مدينة الدار البيضاء على حركيتها بالرغم من الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية الثلاثة. المواطن لم يجد صعوبة في أن يستقل وسيلة النقل هذا الصباح، اللهم الذين اعتادوا ارتياد الترامواي. راك صحاب الإضراب غادي يكون في الشركة مثلا ديروا واش داك الشيء. أنا خدام فريلانس يعني ما عنديش مشكل، خدام خدام شركة فرنسية ما حاس والو تقريبا. علاش خرجت دابا من الدار باش ناخذ الخمواي وما لقيتوش؟ كاين المركوب بانوا لي يعني الطوبيسات خدامين، الطاكسيات خدامين، الطاكسيات البيض خدامين. لا ما لقيتش مشكل. نقابات سيارات الأجرة بصنفيها لم تغرد في سرب واحد، بعضها وجد الإضراب وسيلة لإسماع صوته وإظهار موقفه من سياسة الحكومة، ونقابات أخرى اعتبرت نفسها غير معنية بالإضراب. ما أمل الله، هذا الإضراب ما تعنيناش حنا، تعني الأجراء، حيت حنا ما عندنا لا كي سوسيال لا تقاعد حتى شي حاجة تتعلق بينا حنايا. إذا حنا ما خدمناش راه ما تناكلوش، إذا خصنا نخدموا. على طول السنة نحتاج، حنا كنا على طول السنة نحتاج، هاد الناس ما خدوش بعين الاعتبار الملف ديال المهنيين ديال النقل، لذلك حنا ما قررنا باش ما نكونوش ما ندخلوش في واحد الحسابات سياسوية ضيقة أو في حسابات أخرى حنا في غنى عنها، قرينا نطريتو حتى يكون هناك إجماع وطني على النقابات ديال ممثلة قطاع سيارة الأجرة والنقل ككل يكون إضراب، لأن حنا كذلك نعاني من عدة مشاكل. بكل إجماع إن شاء الله الرحمن الرحيم سننخرط. حنا عندنا إخوان ديالنا في جميع الأقاليم هما متوقفين حاليا على العمل، ماشي هذا العدد اللي وقف امام المقر ديال النقابه هو اللي وقف، كاين اخوان ديالنا في محطات واقفين على المتوقفين على العمل. قاطره وسيله النقل الجديده في العاصمه الاقتصاديه ترامواي لم تغادر مرائبها هذا الصباح، استجابه لنداء الاضراب حدت حدوها في ذلك حافلات النقل الحضري غير الخاصه. احنا جزء من المجتمع المغربي فتحنا كنحتجوا كنعبروا على عدم الرضا ديالنا على هذه السياسه الممنهجه اللي اتخذتها الحكومه وكتستهدف بالخصوص المواطن المغربي والجيب ديال المواطن المغربي. ما كاين حتى شي حافله اللي خرجت ولا فاتت المستودع، وان العمال كلهم مضربين. حركة الملاحة البحرية ومنذ صباح هذا اليوم شهدت توقفا شبه تام بعدما أضرب مستخدموها هم الآخرون عن العمل هذا الصباح. نقابات ثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، ناجح 100%، حيث أن كما كنشوفوا من مورانا ميناء الدار البيضاء متوقف 100%، وماشي هذه الساعة، من البارح مع الـ 11 ديال الليل حتى اليوم مع الـ 11 ديال الليل. هو إذن إضراب وطني إنذاري عام دعت إليه المركزيات النقابية الثلاث، تقول هذه النقابات إن السبب فيه أزمة الحوار والتفاوض الجماعي مع الحكومة.